ساحة الشهداء بيافا، هاي ساحة يافا القديمة، هاي اللي أهدوها للسلطان عبد الحميد بيافا. تفضل. ساحة يافا القديمة من أيام الأتراك، هاي من أيام الأتراك، هاي اللي أهدوها للسلطان عبد الحميد مش هيك؟ 18 ساعة بنو حطوا فلسطين، والله 18 ساعة اللي حطوه بيافا وعكا والقدس والخليل. هذا عن يافا يعني. هلا على اليمين هي، على اليمين هاي السرايا، هي واحدة هاي مبنى السرايا. هذه كانت مهدومة وفجروها اليهود بال 48. هين كانت السرايا؟ السرايا هو. شايف العمدان هذول؟ هذا هو السرايا، هذا مبنى السرايا. خليني اقطع هيك ناخذ له منظر. هاي ساحة الشهداء بيافا اللي عند مبنى السرايا، مبنى السرايا بيافا اللي هدموه اليهود وبنوا بداله المبنى هذا اللي احنا شايفينه على اليمين. نقطع الشارع بس عشان ناخذ منظر لساعة يافا كاملة. هذا القديم. هاي صورة السرايا القديمة. هي مكتوب بالعربي. هاي صورة السرايا القديمة اللي هدموها اليهود وبنوا وداها بيت سرايا، كان بيت الحاكم وابن الحاكم العثماني. تم افتتاح المبنى في العام 1897 في جزو. هاي صورة لمبنى السرايا القديم بيافا اللي هدموه اليهود وبنوا بداله السرايا الجديدة. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه صورة قديمة. هاي صورة قديمة للسرايا القديمة. السرايا القديمة. السرايا القديمة. هذا رجع. هذا جزء من الحجر القديم للسرايا القديمة. مظبوط. هذا مقطع جانبي. هذا جديد. اللي فوق جديد. واللي تحت هذا الحجر القديم. صح. هذا عثماني من زمن العثمانيين. هذا هو مبنى السرايا في يافا حسب ما نشاهد. مبنى السرايا بيافا الجزء السفلي بناء العثمانيين، وهدموا الجزء العلوي ورمموه وبنوا عليه بهذا الشكل حسب ما احنا مشاهدين الصورة. هو صورة الفيديو. هذا تم التفجير سنة 48. هذا تم تفجيره سنة 48، وكان عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين اليافيين بهذا المبنى عندما حشروهم اليهود فيه وفجروه. هاي ميدانة مسجد البحر. هذا الجامع الكبير، جامع المحمودية. هذا الجامع الكبير، جامع المحمودية في يافا. يا جامع البلد كانوا يقولوا. أبو نبوت. هو أبو نبوت هذا؟ هذا أبو نبوت. وهذا مبنى هين مرة كان سجن. هذا كان سجن أيام الأتراك. هذا الأوس. بعدين أجا بوليس إسرائيلي سووا محل مبنى شرطة. عملوا الآن مركز أمني إسرائيلي يهودي. أيام دي بنهاية الشهر هاي نروح نسوي الدير. طيب خلينا بس نأخذ صورة للساعة، لأنه نفسي أتصور عند الساعة. أخذ صورة من هين. أول هين الطريق. هين شايف بعد ما تقطع الشارع ذاك. هذا أول رشيد. أول رشيد، منطقة رشيد بيافا. منطقة رشيد أولها هذه. هذه أول منطقة رشيد بيافا. بتطلع على تل أبيب حسب ما احنا شايفين بناية العمارة الكبيرة. شوف الجامع الكبير من بعيد حسن بيه. هاي ميدانة مسجد حسن بيه. من يافا. من يافا على الساحل. هاي مبينة ميدانة بعيدة هلا علينا. بس حنصلها ونصورها إن شاء الله تعالى. هلا هون بداية طريق رشيد المؤدي إلى تل أبيب مش هيك؟ للمنشية. منشية. وتل أبيب. وتل أبيب. هلا هون هذا الدوار اللي هو فيه دوار جديد. دوار جديد اللي هو في ساحة الشهداء اللي فيه ساعة يافا. هذه هي ساعة يافا. هذه هي ساعة. تاخذ لي بس منظر كيف بالضبط؟ بس لا خذوا فيديو انت وتحدث، انت احكي وطلعني مع الساعة. لازم اقرب عليك. بتبين ليش الساعة هيك؟
بتبين ليش الساعة هيا